جايين النهارده بنسمع صوتنا لمجلس الشعب، لمجلس النواب، لرئاسه الجمهوريه، بنطالبهم بتنفيذ مطالبنا، بالتدخل لحل المشكله. مطالبنا زي ما احنا عارضين قدام حضرتك، مطالبنا مش سياسيه. اتقال علينا كلام كتير، اخوان، 6 ابريل، كلام من ده كله. احنا مالناش اي مطالب، احنا بنطالب بالتعيين فقط، مفيش اي مطالب ثانيه. ثانيا، رفض قانون الخدمه المدنيه. احنا قانون الخدمه المدنيه ما بينطبقش علينا، بس توالت الاخبار اللي احنا بينطبق علينا قانون الخدمه المدنيه، واحنا غير خاضعين لاي قانون. احنا بنتعين بقرار استثنائي من رئيس الوزراء. دكتور محمود ابو زيد مش مجرم، دكتور محمود ابو زيد كل حلمه انه راجل خد الماجستير وعايز يتعين وظيفه حكوميه في الدوله. دكتور محمود ابو زيد خرج بكفاله 5000 جنيه ولسه على ذمه المحضر. حلمي يا بلدي ذمه عظيمه، حلمي يا بلدي ذمه عظيمه، وماجستير اتباع جريمه، وماجستير اتباع جريمه. وصلوا صوتكم، لا ينال الحق الا بالقوه ولا تستسلموا، وكونوا مع الله وكونوا مع الوطن والشعب. وصلوا صوتكم. عارف حقي ومش راح اسيبه، عارف حقي ومش راح اسيبه، انا ورا حقي لحد ما اجيبه، انا ورا حقي لحد ما اجيبه، انا ورا حقي لحد ما اجيبه، انا ورا حقي لحد ما اجيبه. توجهنا بوفد من منسقين الحمله للبرلمان، لمجلس النواب، لعرض قضيتنا وتقديم مذكره قانونيه بتحوي الاسانيد القانونيه او الدستوريه بتاعتنا لمشروعيه تعييننا ولبيان مدى مشروعيه تعييننا. هنستنى ان شاء الله النتيجه، نتيجه هذه المذكره، نشوف هتاخد صدى قد ايه في البرلمان، نشوف النتائج تواصلا مع اعضاء مجلس الشعب بالاخص النائب المحترم اشرف رحيم، وهنشوف الموضوع وصل لغايه فين. يا ريس ما تبص علينا، يا ريس ما تبص علينا.